الحاجات اللي هي الاكسديشن اللي كنا بنعمله في الجلايكوز في الكات سايكل. كنا بنقول ان الناس دول هما بيحصل اكسديشن بيطلع انرجي طاقه. شفنا الطاقه دي بعينينا ساعات كنا بنشوفها بعينينا لما كان بيبقى في معادله كده بنحول الاي دي بي وايه اورجانيك فوسفيت لاي تي بي. ساعات كنا بنشوفها بس في ساعات تانية كتير ما كناش بنشوفها بعينينا. امال كنا بنشوف ايه؟ كنا بنشوف حاجه اسمها ناد اتش بلس اتش او حاجه اسمها فات اتش 2. وكنت انا ساعتها اضحك عليك واقول لك ايه؟ اقول لك على فكره الحاجات دي هي اللي فيها الطاقه وهي اللي هتخش الميتوكوندريا وتطلع انرجي. تقول لي ماشي وخلاص وما تعرفش ازاي. بس هو في الاخر هو ده اللي كان بيحصل. يبقى احنا ما كناش بنشوف الطاقه بعينينا لان كان معظم الطاقه اللي بنطلعها وبنقعد نحسبها كانت بتبقى مش اي تي بي مش الطاقه اللي احنا نعرفها، كانت بتبقى على شكل حاجه اسمها ناد اتش بلس اتش وفاد اتش 2. طيب وبعدين كنا نفس الطريقه هنا. كنت اقول لك الكلمه دي اقول لك ايه؟ الناد اتش بلس اتش وفاد اتش 2 هيروحوا الميتوكوندريا يخشوا الاسفنتو تشين ويطلعوا طاقه. خلاص ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الناس دي بتشتغل تنزل على سلم كده. السلم ده هدفه ايه؟ مش هدفه خالص ان انا اطلع طاقه خالص، ملوش اي علاقه بالطاقه. امال ايه؟ هدفه ان الاتش بلس اتش دي او الاتش 2 دي تتشال من الناد ومن الفات عشان يفضوا يروحوا يجيبوا غيرها. يعني فايدتها الوحيده ريجنريشن للناس دول، لان لو كل الناد عندي بقى ناد اتش بلس اتش وكل الفات بقى فات اتش 2 خلاص ما هنقف. طيب احنا عاوزين نخلص، عاوزين الهيدروجين ده يتشال. فكل الهدف من ده ان الهيدروجين ده هو يتحول لميه. بس وفي المقابل يطلع الناد تاني اسمه ناد ويطلع الفات تاني اسمه فات. يبقى انا كل الموضوع في السلسله ده ايه؟ في السلم اللي انت كنت في الثانويه العامه هدفي الوحيد ان انا اشيل الهيدروجين، انزع الهيدروجين ده واضيفه على اكسجينه في الاخر كده وهم حولوا ميه. ليه انا عاوز اعمل كده؟ عشان افضي العربيات دي تاني، عشان العربيات دي تشتغل تاني. عشان العربيات دي تبقى اسمها ناد تاخد هيدروجين تبقى ناد شو اتش، واسمها فات تاخد هيدروجين تبقى فات اتش 2. هو ده هدفه. ماشي كده؟ طيب. السلم ده اسمه ريسبيراتوري تشين. ركز في الكلام عشان مش هتفهمه تاني. ومحدش هيقول لك كده لغايه سنه بقى، هتفضل كده يعني. بص. السلم ده اهو اسمه ريسبيراتوري تشين. خلاص؟ طب ليه اسم تاني؟ ايه هو؟ اسمه الكترون ترانسبورت. ليه هنقول؟ يبقى الاثنين دول حاجه واحده. يبقى الاسبيراتوري تشين السلسله دي التشين دي او الالكترون ترانسبورت عمليه نقل الالكترون هما الاثنين دول المنظر ده وهما الاثنين دول حاجه واحده وهما الاثنين دول هدفهم ايه؟ هدفهم ان انا اشيل الهيدروجينتين دول او اشيل الهيدروجينتين دول اضيفهم على الميه على الاكسجين يبقى ميه وارجع الناد والفات تاني. طيب حصل ايه بقى؟ حصل ان هم لقوا ان المواد اللي هي زي ما انا قاسمها كده الطاقه بتاعتها عاليه قوي، الطاقه بتاعتها عاليه فوق كده. والاكسجين اللي هم هيتفاعلوا معاها الطاقه بتاعتها قليله جدا زي ما انا قاسمها تحت كده. في فرق في الطاقه عالي جدا. فرق الطاقه ده او فرق الجهد انتوا اخدتوه في السنه الاولى بيسموه بوتنشال عشان ما تقرا الكلمه دي. فاكر لما كنت بتقول ان في ريستنج ممبرين بوتنشال وفي اكشن بوتنشال وفي فرق في الضغط وبيتغير وكام في الضغط. يبقى فرق الطاقه او فرق الجهد ما بين المركبات وبعضها اسمها بوتنشال. فرق الجهد. فلو ان فرق الجهد ما بين طاقه الهيدروجين اللي هنا وما بين الاكسجينه دي عالي جدا. فكل اللي حصل ايه فكره ليه لما دول طلعوا ما عملناش كده؟ زائد اكسجينه يساوي ميه وخلاص معادله. ايه لفتها بقى يبقى دول فوق واقعد انزل فيهم وانزل فيهم وانزل فيهم وانزل فيهم لغايه ما اوصل اكسجينه. ليه احتاجنا دي؟ ما نعمل معادله على طول. المشكله ما ينفعش حاجه طاقتها عاليه تقابل حاجه طاقتها قليله مره واحده كده، مفيش حاجه اسمها كده. لازم تتنقل المركب اقل شويه فاقل كمان فاقل كمان فاقل كمان لغايه ما نوصل لطاقه الاكسجين يقوم ده يبقى في فعل معاك. فعشان كده احتاجنا حاجه اسمها ريسبيراتوري تشين او سلسله الالكترون. يبقى الهدف ده بايه؟ ان انا بحاول بس اقلل الطاقه دي لانها طاقه عاليه جدا. طب ليه طاقه عاليه؟ لان اساسا هي شايله ايه؟ شايله انرجي. منين؟ جابت انرجي دي منين؟ من المركبات اللي ربنا خلقها فيها طاقه عشان احنا ناكلها نتغذى بيها يكون فيها طاقه ناخدها نديها الدول. فالطاقه جت من هنا. طيب
والطاقة دي لا تفنى ولا تستحدث. يعني لازم الطاقة دي زي ما كانت فتخرج من هنا لازم تطلع. طب هتطلع بعدين لغاية ما اوصل لطاقة الاكسجين افعلها دلوقتي. السؤال هو انا دلوقتي وانا شغال في الاسبيراتوري تشين دي مسكت في ايدي حاجة اسمها اي تي بي؟ شفت حاجة اسمها اي تي بي؟ خلاص يبقى الالكترون ترانسبورت او الاسبيراتوري تشين ما بتطلعش اي تي بي. يبقى المصطلح اللي احنا بنقول ايه؟ ده راحت الاسبيراتوري تشين وطلعت طاقة. غلط. افهم بقى النهارده ده غلط. هي راحت الاسبيراتوري تشين صح، فقدت الطاقة بتاعتها صح، واتفاعلت مع الاكسجين او الدكتور لغايه دلوقتي صح، بس هل طلعت طاقة؟ لا. طب ماشي، امال ايه اللي بيحصل؟ في هنا طاقة المفروض هتطلع. انت متخيل ان في هنا انرجي تاني اهي نفس الطاقة دي طلعت من هنا، مسكتها بايدك؟ لا. شفتها؟ ما شفتهاش. الطاقة دي لو انت سبتها هتطلع على شكل هيت، لو انت سبتها هتطلع على شكل هيت. طب ايه اللي بيحصل؟ ربنا خلينا حاجة جديدة اسمها ايه بقى؟ اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. تستهلك الطاقة دي وتحول الـ ADP زائد الـ Inorganic Phosphate لـ ATP. العملية دي بقى ان انا امسك الطاقة دي احوشها كده معايا واحول استخدمها في ان انا احول كل ADP و Inorganic Phosphate اخزن الطاقة دي لـ ATP، دي حاجة جديدة. دي عملية جديدة خالص مالهاش علاقة بالسلم ده. اسمها ايه؟ اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. اسمها اوكسي وانا عارف ايه اسمها كده، اوكسيديتيف فوسفوريليشن. انت عارف كلمه واحده دلوقتي بص ان هي عملت فوسفوريليشن. فوسفوريليشن لمين؟ للاي دي بي. خدت الفوسفيته دي ادتها للاي دي بي. يبقى انا لما اقول لك في حاجه اسمها الاسبيراتوري تشين او الكترون ترانسبورت تقول لي اه، تقعد كده تفكر وتقول لي اه انت قصدك على السلم اللي بياخد الهيدروجين ده يقلل ضغطه يقلل ضغطه لغايه ما يبقى وصل ضغط الاكسجين ويفاعل معاه. ماشي. وبعدين اقول لك ده في حاجه ثانيه اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. تقول له السلم ده شغال الطاقه بتاعت الهيدروجين بتفقد، لو سبتها تطلع على شكل هيت. ايه العمليه اللي ربنا خلقها؟ تاخد الطاقه دي وتحولها لاي تي بي. دي حاجه جديده بقى اسمها ايه؟ ها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. يبقى دول حاجه ودول حاجه ثانيه. العمليه دي نشرح كده نقول اول حاجه يا جماعه احنا هناخد حاجه اسمها اسبيراتوري تشين او الكترون ترانسبورت اللي هي ايه؟ اللي هي دي. وبعد ما نخلصها خلاص ونوصل للميه ويبقى الهيدروجين فقد الطاقه بتاعته، نسال سؤال بقى، طب هي الطاقه اللي طلعت دي ازاي نستخدمها في ان احنا نعمل ايه؟ في ان احنا نعمل اي تي بي. نشرح موضوع جديد اسمه ها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. فاهم القصه دي؟ بتعمل نقل للطاقه. يبقى انا اول حاجه خدت الطاقه في ايه؟ قول بقى معايا كل ده انتروداكشن. ها خدت الطاقه في ايه؟ في الايه؟ في الانرجي والفيوز اللي هم زي الجلوكوز وفاتي اسيد وهم بيتحرقوا لسان اكسيد الكربون بتطلع طاقه. الطاقه دي مسكناها في الاول ها في الاساس الناس ما حصلتش والفاتي اكسيد. طيب دول هيروحوا فين بعد كده؟ يفقدوا الطاقة بتاعتهم دي لغاية ما الهيدروجين ده طاقته تقل ويوصل لمين؟ الأكسجين ويتفاعل معاه، خلصنا منه. طب الطاقة اللي طلعت وهو بيتحول للمنظر ده عشان يرجع تاني يبقى لاد وفاد، الطاقة دي مين اللي بيستخدمها ويحول الـ ADP ويرجع الـ ATP؟ ها؟ أوكسيديتيف فوسفوريليشن. طيب في الهامش كده تكتب لي ناد عشان إيه؟ وإحنا شغالين دلوقتي مش هنشرح كده تاني. ليه الناد؟ ليه الناد؟ بنقول عليه ناد اتش بلس اتش. سؤال لحيرة للأجيال. وليه الفاد بنقول عليه فاد اتش2؟ احنا هناخدهم بالتفصيل في الفيتامينز بس دلوقتي كلمتين بصات كده. من النهارده فيما فوق لغايه اخر السنه ان شاء الله لما تيجي تكتب الناد تكتبوا لي ناد بوزيتيف. يبقى لو كتبت لي ناد بس كده غلط. ماشي؟ طيب هو يعني ايه ناد بوزيتيف؟ هو اما اجي اقول لك الهيدروجين خليك بس معايا. الهيدروجين لما اجي اكتبه الهيدروجين ده قلت لك اكتب لي ذره هيدروجين تكتبها لي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا كده؟ لا تكتبها لي كده لان الذره متعادله كهربيه. الذره متعادله كهربيه هيدروجين نيتروجين اكسجين صح كده؟ عدد الالكترونز قد عدد الايه؟ البروتون. يبقى الذره لما تتكتب ما تكتبش على شحن صح ولا لا؟ يبقى انا لما اقول لك هيدروجين ده الهيدروجين ولما اكتبه لك كده معناها ايه؟ معناها ان انا بقول لك في بروتون جوه يقابل ليه الكترون بره فانت لا هتكتب بوزيتيف ولا هتكتب نيجاتيف لان هم دلوقتي متعادلين مظبوط؟ طيب يبقى انا لو كاتب مش الناد دي عباره عن شويه ذرات صح كده؟ يعني اعتبرهم هيدروجين مع كربون مع نيتروجين. المفروض محصله الذرات دي كلها تبقى ايه؟ متعادل. لما تبقى كل ذره متعادله لما اجمع شويه ذرات مع بعض يبقى محصلتهم ان هم ايه؟ متعادلين. طب انا لما اقول لك المركب ده بوزيتيف تشارج معناه ان مجموع الالكترونز بتاعت الذرات بتاعته اكتر ولا مجموع البروتونز؟ حلو. يعني الراجل ده يرقصوا ايه بقى متعادل؟
حلو، يبقى اكتب كده جنبه ناقص الكترون. يبقى النات ده لما الذرات بتاعته اتفاعلت مع بعضها، وهنعرف بقى كده بالفايلنس مين الذره اللي نقصت فيها الالكترون ده، في الكترون ناقص. فلما بقى في الكترون ناقص يبقى بقى في بوزيتيف تشارج على المركب. طبيعي يعني، ما هم الالكترونز السالب كان قد الموجب. لما انا نقصت واحده سالب الموجب ظهر، الموجب بقى ازيد بواحده، فكتبت بوزيتيف. لو كنت كاتب هنا بوزيتيف 2 يبقى في فوق الكترونز. طب لو بوزيتيف 3 يبقى هي بوزيتيف بس معناه ان في الكترون ناقص. ماشي كده؟ طيب النت اما ربنا خلقه كده، يعني خلقه ناقص الكترون. فين الالكترونه دي؟ انا عارف لما نرسم الرسمه بتاعته في البايثون ان شاء الله، بس انت عارف ايه ناقص الكترون. طب ضيف لي على النت ده 2 هيدروجين من دول. مش احنا بنقول ناد زائد 2 هيدروجين يدي ناد ده شبه؟ يلا انا خدت هيدروجينتين من اي حته، ضيف لي بقى على الناد ده 2 هيدروجين. الهيدروجين الواحده عباره عن ايه؟ مظبوط كده؟ طيب انا الناد البوزيتيف ده عشان اخليه ناد من غير تشارج محتاج ايه؟ حلو، يبقى انا هاجي على واحده من دول ذره الهيدروجين اهي، خدت الالكترونه بتاعتها بس وسايب البروتون اهو زي ما هو. الالكترونه دي راحت فين؟ راحت للنادي البوزيتيف عشان يبقى ناد. جميل. وبعدين ادي الهيدروجين الثانيه، ادي البروتون بتاعها وادي الالكترون. اعمل فيها ايه؟ اخدها كلها احطها جنبه كده. يبقى هو لغايه دلوقتي اسمه ايه؟ ناد اتش. قبل ايه لغايه دلوقتي؟ يعني هو معاه ايه دلوقتي؟ معاه هيدروجينه كامله الكترون وبروتون، ومعاه ايه؟ الكترون من الهيدروجين الثانيه. يبقى في ذمتي ايه من الهيدروجينتين؟ بروتون، هو كاتبه كده زائد اتش بوزيتيف، يعني زائد بروتون. عشان كده الناد، لما اقول لك الناد اتضاف عليها هيدروجينتين، لو انت قلت لي بقى ناد اتش 2 يبقى انت كذاب. عارف عشان يبقى ناد اتش 2 دي عاوز ايه؟ عاوز الكترونه كمان فوق الهيدروجينتين. فاهم قصدي؟ يبقى لو كتبته ناد اتش 2 معناها ان انا الاول اديته الكترون عشان يبقى ناد، وبعد كده ضفت عليها هيدروجينتين كاملين. ده ما حصلش، انا كل اللي ضفته هيدروجينتين، يبقى انا جبت منهم الكترون حطيته بقى ناد، والبروتون بتاعهم والهيدروجين الثاني اتحطت كامله. عشان كده محدش يكتب لي الناد ناد اتش 2. طيب امال الفات بقى؟ بص تحت كده، الفات اصلا متعادل، ربنا خلقه متعادل مش ناقص الكترون، مش زي الناد، مش ناد بوزيتيف. فاما اضيف عليه هيدروجينتين احطهم زي ما ربنا خلقهم، فيبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه فات اتش 2. عشان كده الناد بيتكتب ناد اتش بصيتش، وعشان كده الفات بيتكتب ايه؟ فات اتش 2. يبقى الصح بتاع الكتابه عشان في امتحان اخر السنه يعرف انت فاهم، الناد تتكتب ايه؟ ناد بوزيتيف. ولما يضاف عليها هيدروجين تتكتب ناد اتش. في ناس ساعات بتكتبها كده بس وانت تفتكره غلطان، لا هو مش غلطان، هي ناد اتش. بس لازم انت تبقى فاهم ان معاها ايه كمان ماشي في ديلها كده؟ معاها ايه؟ معاها بروتون. فتتكتب كده ناد اتش بلس اتش بوزيتيف، اتش بوزيتيف ده اللي هو البروتون اللي فاضله. البروتونه اللي فاضله. فين الالكترون بتاعها؟ او الالكترون بتاعها راح للناد اهو عشان متعادل لانه كان ناد بوزيتيف. فين الهيدروجين الثانيه؟ او الهيدروجين الثانيه على بعضها يعني. فاهم القصه دي؟ لغايه دلوقتي احس ما قلناش حاجه. صحصح بقى معايا عشان لسه هبدا اشرح. صفحة فاضية أو فوق الحصة دي خزع عملية زي ما قلت، صفحة فاضية وبالعرض. ما عملتش كده، ما عملتش كده مع نفسك كده وانت ايه جوه، تقول ايه الشاطر دوت انا كده مضحك فيها خس لان مش مذاكر فيه حاجة. صفحة فاضية بالعرض وتكتب فوق كده في الهامش اسم بيانات التشين الكترون ترانسبورت، وتكتب معايا المعادلة اللي انا هكتبها دي، هي دي اللي هتذاكرها. الباقي ده لمحب القراءة والطلاب. اللي هو مش انتوا. بصوا معايا كده. عندي مادة اسمها ايه اتش 2. مش عصب. المادة دي حصل لها اوكسيديشن وشلنا منها الهيدروجين بتاعها وتحولت لايه؟ زي مين مثلا؟ قلنا حاجة خدناها في الكورسز مثلا. جليسرال دهايد 3 2 3 مش كده حاجه.
جليسرال هاي تريجلسيريد كان بيتحول لحاجه اسمها 1-3 بس فوسفوجليسيريد. في المقابل كان ايه اللي بيحصل لي؟ اقول له كنا بندخل حاجه اسمها ناد انا دلوقتي بقى عايز انها ناد بوستر خلاص كده، وبيطلع حاجه اسمها ناد اتش ناد اتش. طيب فين البروتون؟ هنكتبه دلوقتي. هو اسمها ناد اتش بلس اتش اللي هو البروتون. طيب بص البروتون ده هنكتبه ازاي؟ المهم ان في الاخر دي اتحولت لدي، في المقابل ده اتحول ناد اتش ناد اتش. الناد اتش بلس اتش دي هترجع ناد تبقى ناد. خلاص؟ طلع من ده سهم كده واكتب لي البروتون فوق ده. هقول لك ايه دلوقتي؟ تاني ما عملتش حاجه. بص جليسرال هاي تريبوسفين بيتحول 1-3 لفوسفوجليسرين، في المقابل الناد بتتحول لناد اتش بلس اتش. ليه الاتش ده انا جاي فوق كده؟ هنقول دلوقتي، بس المهم الاخر لما تيجي تقراها تلاقي ناد اتش بلس اتش. في اي مشكله دلوقتي؟ طيب كمل بقى معايا. الناد اتش بلس اتش دي لو عاوزه ترجع تاني يبقى اسمها ناد. تفقد ايه؟ لو الناد اتش بلس اتش عاوزه تبقى اسمها ناد، تفقد ايه؟ تفقد هيدروجينتين كاملين. ليه؟ لانها تفقد الهيدروجين دي على بعضها صح؟ وهتفقد البروتون، كده بقى اسمها ناد متعادله. عشان تبقى وصلت تفقد الالكترون، زي ما خدت هيدروجينتين هتفقد ايه؟ هيدروجينتين. طيب هي هتقول لك انا كده فاق عليا قوي، انا خدت الهيدروجين من الراجل ده، عاوز ارجع تاني ابقى اسمي ناد. ماشي، مسموح لها. في المقابل في مركب اسمه اف ام ان، ده زي التاكل اف ام ان ده. يقول لها طيب شكرا انت اديت الخدمه بتاعتك، هات الهيدروجين دي. فهي هتسلمه الهيدروجين بالالكترون وهتسلمه البروتون وترجع تاني يبقى اسمها ناد. في مشكله دلوقتي؟ الاف ام ان دي كده خدت هيدروجينتين يبقى اسمها اف ام ان اتش 2. زي الفات كده، زي الفات اتش 2. في اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ مفيش مشاكل. طيب الاف ام ان اتش 2 تقول لك خلاص انا كفايه عليا وكده، انا اخدت الهيدروجين من الناد، عاوز ارجع في اف ام ان، اشمعنى انا محدش يزهق بقى، احنا عاملين صحه للعرض مش بطوله. خلاص كده؟ اف ام ان اتش 2 حلو. يحصل ايه؟ هتفقد الهيدروجينتين بتوعها. جميل؟ عشان تفقد الهيدروجينتين، عشان تفقد الهيدروجينتين دول يقابلها راجل محترم جدا اسمه كو انزيم كيو. فاخدنا لغايه دلوقتي كو انزيم ايه؟ كو انزيم ايه زمان ده؟ خدناه كتير قوي. والنهارده بناخد واحد تاني اسمه كو انزيم كيو، مش هناخده اللي هنا، هو كو انزيم كيو. ده جزء من السمات الكيو، كو انزيم كيو. فالكو انزيم كيو يقول لي الاف ام ان اتش 2 دي مفيش مشكله، عاوزه ترجع تاني في الاف ام ان؟ اه هات الهيدروجينتين. يبقى الكو انزيم كيو ده يتحول ايه؟ كو انزيم كيو اتش 2. لعبه يعني مفيش حاجه. يبقى الهيدروجينتين كانوا فين؟ ها؟ كانوا في الجلايكوز، كانوا في الجلوكوز. وبعدين اتنقلوا للناس اتش بلس اتش. الناس سلمت الهيدروجين بتاعها لايه؟ اف ام ان. الاف ام ان سلم الهيدروجين بتاعه لايه؟ لكو انزيم كيو. في مشاكل دلوقتي؟ الكو انزيم كيو اتش 2 ده راجل عنيف شويه، يقول لك ايه؟ يقول لك انا عاوز ابقى كو انزيم كيو. ارجع تاني. طيب ايه المشكله؟ المشكله في اللي بعده. اللي بعده فيه خيانه بقى، شوف ده كان بيساعد ده وياخد الهيدروجين، وده كان بيساعد ده وياخد الهيدروجين. بصوا بقى اللي بعده هنا ايه؟ الكو انزيم كيو ده عاوز يرجع اتش 2 ده عاوز يبقى كو انزيم كيو. مين اللي هيستلم منه؟ حديد. ذرتين حديد تكافؤهم ثلاثي. هو اللي هيستلم منه الهيدروجين. طيب انا عاوزك تبص كده وتتامل وتتمعن وتركز وتقول لي هو الحديد ده يستلم ايه؟ يعني ممكن يستلم ايه وممكن يفقد ايه؟ الالكترونز. حد سمع الحديد بيستلم الهيدروجين على بعض كده؟ هو لو زار الحديد تكافؤها ثلاثي، واحده بس من دول، واحده تكافؤها ثلاثي، استلمت الكترونه تبقى ايه؟ الثلاثي يعني تفقد ثلاثة، لما اديها واحدة يبقى تفقد ايه؟ اثنين. طب لما يبقوا اثنين بقى هيستلموا كام الكترون؟ هيستلموا الاثنين الكترون ويتحولوا لايه؟ لذرتين حديد تكافؤهم ثلاثي. تاني ايه اللي حصل دلوقتي؟ الكوين زي الكيو اتش 2 ده، اتش 2 ده عاوز يخلص من الهيدروجينتين بتوعه. جه يميل بقى على اللي وراه زي ما اصحابه عملوا معاه، لقى اللي وراه حديد. الحديد ده يستلم منه ايه؟ ياخد منه ايه؟ الكتروز بس.
يقول له طبعا انا عاهد وجين، يقول له ما يلزمنيش انا عاوز الكترون، فياخد منه 2 الكترونز لان هو 2 حديد، 2 حديد 2 ايه 2 ايون خلاص كده، واحده ذره يبقى ثلاثي وثلاثي، لما ياخد الكترون او الكترون يبقى ثنائي وثنائي. السؤال المعادله كده كملت ولا ناقص حاجه؟ ناقصه ايه؟ اكتبه فوق كده قول وطلع الاثنين بروتون فوق صح؟ يبقى انا دلوقتي الكو انزيم كيو ده بني ادم مش كويس بقى، ليه بقى؟ لانه ما حافظش على الهيدروجين زي ما هو، جه عنده بقى واضطر غصب عنه ان هو يقسم الهيدروجين نصين، نص البروتونز يضحي بيهم فوق هنا ما يجوش معاه تاني. طيب والالكترونز راحوا فين؟ راحوا للراجل ده. طب هو الحديد ده في الهواء طاير كده؟ اقول له لا، ده بتاع حاجه اسمها سيتوكروم بي. يبقى خدنا من زمان كده ان في حاجه اسمها سيتوكروم، وان سيتوكروم ده نوع من الدي هيدروجينيز، والدي هيدروجينيز دوت بيستلم بدل الهيدروجين الكترونز. وقلنا بقى ان ليهم اسامي كتير، من اول واحد اهو اسمه ايه؟ سيتوكروم بي، الحديد بتاعه اللي في الهيل كان ثلاثي اتحول لثنائي. اكتسب التو الكترونز وتحول من الفيريك ايون للفيريس ايون. السؤال خلاص على كده؟ يقول لك لا، وانا ذنبي ايه؟ يعني انا هفضل كده عاوز ارجع تاني. عشان كده كنا بنقول ان الايون اوستيليتس بتوين الفيريس والفيريك ستيج. الاكسيد يختلف. طيب هو انا عشان الحديد الثنائي ده يبقى ثلاثي اعمل ايه؟ افقد تو الكترونز، الحديد الثنائي ده يفقد الكترون يبقى ثلاثي، واخوه يفقد الكترون يبقى ثلاثي، يبقى احنا شغالين بتو الكترون. هنفقد التو الكترونز لمين؟ لحديد وغلط. تكافؤ ثلاثي يتحول لتكافؤ ثنائي. يبقى دي حديدتين تانيين يستلموا، ده هيتحول من ثنائي لثلاثي. يفقد اثنين يقوم يحول اللي جنبه من ثلاثي لثنائي. طب الحديد ده عاوز يرجع تاني كده. ما احنا صفحه العرض. انا العرض بتاعي لغايه اخر السطور. خلاص؟ طيب بص بقى، الحديد ده مش في الهواء، امال ايه بقى؟ ده بتاع حاجه اسمها سيتوكروم سي 1. يبقى الحديد ده بتاع حاجه اسمها سيتوكروم سي 1. طب بص كده، خد ال 2 الكترونز من اخوه، خدهم وتحول لايه؟ لثنائي، وعاوز يفقدهم. ماشي، ايه المشكله؟ يميل على اللي وراه. اللي وراه فيه ايه؟ ذرتين حديد تكافؤهم ثلاثي. يقول له خد الذرتين الحديد، خد التو الكترونز، فيقوم يتحول لاثنين تكافؤهم ثنائي. بتوع مين بقى اخواته دول؟ اقول له ده حاجه اسمها سيتوكروم سي. يبقى في سيتوكروم بي وسيتوكروم سي واحد وسيتوكروم سي. طبعا سيتوكروم سي ده تعبان، يعني خلاص ما هو خد الايه؟ الحديد بقى بتاعه بقى تكافؤ ثنائي، عاوز يرجع تاني يبقى تكافؤ ايه؟ ثلاثي. يعني هيفقد الالكترونز. طب لما يفقد الالكترونز دي هيوديها فين؟ هيوديها لذرتين حديد تكافؤهم ثلاثي. فلما يديله ذرتين تكافؤهم ثلاثي، لما يديهم الالكترونز يتحول لذرتين حديد تكافؤهم ثنائي. بتوع مين دول؟ هقول له بتوع سيتوكروم، اسمه سيتوكروم ايه؟ السيتوكروم ايه ده؟ الحديد بتاعه اللي تكافؤه ثنائي عاوز يرجع تاني يبقى تكافؤه ثلاثي. فلما يجي يرجع يبقى تكافؤه ثلاثي، مش عاوز صوت خليكم حلوين، لما يجي يرجع يبقى تكافؤه ثلاثي هيفقد، ركز معايا، لما يجي يرجع يبقى تكافؤه ثلاثي هيفقد 2 الكترونز. صح ولا غلط؟ يزهق بقى ويقول لك الصفوة خلصت. فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يجي على التو الكترونز دول، هو دلوقتي هيتحول من ثنائي لثلاثي وهيفقد تو الكترونز، اهم انا هكتبهم كده على السهم هنا تو الكترونز، هيفقدهم. المفروض بالطبيعي مايل على حديد ورا، مفيش حديد ورا، الصفوة خلصت. هنعمل ايه؟ يقوم جايب التو بروتونز اللي كنا سيبناهم زمان قوي يلمهم على اخواته. كمل الاول، معلش. يلموه على اخواته، لو لموه على اخواته يبقى انا كده معايا ايه؟ هيدروجينتين، انا اثنين الكترونز مع اثنين بروتونز يبقى انا كده رجعت ايه؟ هيدروجينتين. يقوم جايب اكسجينه ومخليها برد. خلاص كده؟ اللي عمل الحركه دي بقى، الحديد ده اللي عمل الحركه دي
اسمه ايه؟ اقول له اسمه A3. هو في الحقيقه هما الاثنين دول واحد، دي حاجه واحده واحنا خدناها سميناها كده سيتوكروم A3، وسميناها اسم تاني سيتوكروم اوكسيديز، وقلنا ده السيتوكروم الوحيد اللي اوكسيديز، وده بيبقى اخر واحد في الريسبيرتوري تشين، وهو ده اللي بياخد الهيدروجين يا جماعه احطه على الميه. يعني هما الاثنين دول حاجه واحده، بس بيسموا الحته اللي فيها حديد ايه، وبيسموا الحته اللي بتتفاعل مع الميه او بتطلع الميه A3، فبيسموه كده سيتوكروم A3. كده عملت ايه؟ وصلت بالهيدروجينتين اللي كانوا طالعين من الجلايكوليسيس زمان قوي، وصلتهم لغايه مين؟ وصلتهم لغايه الميه. السؤال، طب هو ليه ده كله؟ ما احنا قلناها في الاول، لان طاقه الايه عاليه، طاقه الهيدروجين اللي في الناس ما وصلتش عاليه جدا، فلازم المركب يتفاعل معايا باقل منه سنه بسيطه، اقل سنه بسيطه، دي بس السلم بقى، ده السلم. خلاص كده؟ يبقى كل مركب من دول لما سالك طاقه ده ولا طاقه ده اعلى؟ تقول لي ده اعلى من ده حاجه بسيطه. طاقه ده اعلى من ده، طاقه ده اعلى من ده، يبقى واحد بيسلم للتاني بيسلم للتالت لغايه ما اوصل للسيتوكروم اوكسيديز اللي هو يقدر يتفاعل مع الاكسجين، ده اللي طاقته تقدر تتفاعل مع الاكسجين. طيب نيجي على الراجل ده. تعلم هنا كده على الاثنين دول وتكتب عليهم كومبلكس 1. كده لقيت المسكيو بقى. كومبلكس 1. فاحنا الاسمات التشين دي متقسمه كومبلكسز كده. فلما اجي اقول لك كومبلكس 1 ده فيه ايه؟ تقول لي فيه الناد والاف ام ان. تقول لي فيه الناد والاف ام ان. حد يقترح اسم الانزيم اللي هنا؟ لو في تخيلت ان في انزيم اهو اللي هو بيحول الناد اتش بلس اتش الناد وياخد الهيدروجين بتاعه يحطه على الاف ام ان يبقى اف ام ان اتش 2. سميه ايه؟ ناد اتش دي هيدروجينيز. اسمه كده عشان هو ده اللي بيجي في الانسيو. ناد اتش دي هيدروجينيز. يبقى لما جينا في الانسيو اقول لك هو الناد اتش دي هيدروجينيز بيستخدم مين از كو انزيم؟ بيستخدم مين؟ الاف ام ان. هو بيسحب الهيدروجين من الناد وبيسلمه لمين؟ بيسلمه للاف ام ان. يبقى الناد اتش دي هيدروجينيز ده اللي هو كومبلكس واحد، اللي هو كومبلكس واحد بيستخدم ايه؟ او بيستخدم الاف ام ان. طيب كمل معايا. سيب كو انزيم كيو، سيبه. واكتب على الاثنين دول اللي هم البي والسي واحد كومبلكس 3، مش 2. اقول لك الاثنين لسه كومبلكس 3. يبقى انا عندي النان والاف ام ان ده كومبلكس واحد، البي والسي واحد سيتوكروم بي سيتوكروم سي واحد، الاثنين دول اسمهم كومبلكس 3. طيب سيب السيتوكروم سي وتعالى على الاخير ده اللي هو الاي 3 ده واكتب كومبلكس 4. كومبلكس 4 اللي هو اسمه الثاني، اسمه الثاني هتكتبه كده سيتوكروم اوكسيديز. سيتوكروم اوكسيديز. يبقى الخط ده الخط المستقيم ده في كام كومبلكس؟ اقول له في 3، 1 و3 و4. واحد ده اللي هم حاجتين، كل كومبلكس حاجتين اللي هو النان والاف ام ان ومعاهم الانزيم. ثلاثه ده اللي هو البي والسي واحد. اربعه ده اللي هو الاي اي 3. طيب طب لما اسالك في الكو انزيم كيو ايه دوت؟ تقول لي ده كونكشن، كونكتور واصله ما بين واحد وثلاثه. لما اسالك في السيتوكروم سي تقول لي ده واصله ما بين ثلاثه وايه؟ ها؟ ما بين ثلاثه واربعه. طيب المال فرقت مين بقى؟ الرسمه دي ناقصه حاجه صح؟ لا ناقصه ايه؟ الفات. افرض بقى انا جالي فات بدل النادي اتش بلس اتش، مش انا دلوقتي عرفت الهيدروجين اللي بيجي من على النادي اتش بلس اتش بيروح فين؟ طب اللي بيجي من على الفات اتش 2 اكتب بقى معايا كمل الرسم. تحتها هنا تحت الكوين زي كيو كده على طول تكتب ساكسينيت بيتحول لفيو مايت. اشمعنى المثال ده؟ ان ده المثال الوحيد اللي في الكربوهيدرات وفي الكريبس سايكل اللي خدناه. لما الساكسينيت بيتحول لفيومارين يقوم يتحول حاجه اسمها فاد لحاجه اسمها فاد اتش 2، وكان الانزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز. عشان بقول لك مين الانزيم اللي بيستخدم الفاد هتقول لي كده ساكسينيت دي هيدروجينيز، ده في الكربوهيدرات بس. طيب طلع عندك فاد اتش 2 مين اللي هيستلم منه بقى؟ اللي استلم من الناد، اللي استلم من الناد الاف ام ان. طب اللي هيستلم من الفاد مين بقى؟
اقول له هيستلم منه الكو انزيم كيو مباشره. اعمل سنت. يبقى الفات اتش 2 لو اتحول لفات يحصل ايه؟ الكو انزيم كيو يتحول لكو انزيم كيو اتش 2. يبقى مين اللي اخذ منه على طول؟ ها الكو انزيم كيو. يبقى هنا الفات بقى اتش 2 دخل على مين؟ دخل على الكو انزيم كيو. الفات اتش 2 هيتحول لفات، يرجع تاني فات زي ما الناس اتحول لايه؟ الناس ايش وصلتش تحول لنات. طب هيحصل ايه؟ الكو انزيم كيو ياخد الهيدروجينتين زي ما هما يتحول لكو انزيم كيو اتش 2. في مشكله كده؟ تكتب على دي بقى كومبلكس 2. الجزء بتاع الفات ده والسكتين ده اللي فيه. يبقى انا لو سالتك قلت لك من الرسمه كده مين اللي طاقته اعلى؟ الناد ولا الفات وليه؟ طبعا الناد. ليه؟ اللي لسه بقول لك ده طاقته اعلى من ايه؟ من ده صح كده؟ واقل من الاف ام ان. لما اجي اقول لك ان الناد اتش بلس اتش عشان يوصل للكو انزيم كيو احتاج حاجه في النص، يبقى اكيد كان اعلى فسلم للاقل منه شويه وبعدين اقل منه سلم لمين؟ للكو انزيم كيو. لما اجي اقول لك ان الفات دخل على الكو انزيم كيو على طول اللي هو كان طاقته ايه؟ اقل، يبقى كان تحته الدرجه، عشان كده دخل على طاقه مين؟ دخل على طاقه الكو انزيم كيو، ما احتاجش مين؟ ها؟ ما احتاجش الاف ام. يبقى لما اقول لك مين الكومبلكسز اللي ماشيه ان سيكونس يعني ماشيه على بعضها تقول لي 1 3 4 ما تجيبش سيت 2 ماشي؟ بقول لك مين الكومبلكس ماشي على بعض تقول لي 1 بيسلم لثلاثه وثلاثه بيسلم لاربعه. او 2 بيسلم لثلاثه وبعد كده يسلم لايه؟ وبعد كده يسلم لاربعه. بس مش 1 2 3 4 لان ده واحد حاجه واثنين حاجه، واحد ده بيستلم من الار ناد والاثنين ده بيستلم من ايه؟ ها والاثنين ده بيستلم من الفات اتش. طيب نيجي حاجه مهمه قوي اسمها بي او ريشيو. على الرسمه دي. يعني ايه بي او ريشيو؟ في معلومه احنا عارفينها بس لسه ما فهمناهاش، بس احنا عارفينها هنستخدمها هنا. المعلومه دي بتقول ايه؟ بتقول ان الناد اتش بلس اتش لما ادخل الهيدروجين بتاعه خلاص بيوصل يتفاعل مع الميه بيطلع كام اتش بي؟ بيطلع كام؟ 3. والفات اتش 2 بيطلع كام؟ 2. دي معلومه احنا عارفينها ان الناد اتش بلس اتش الواحد طاقته الطاقه بتاعته تكفي لتفاعل 3 اي دي بي مع 3 ان اورجانيك فوسفيت عشان يدوا 3 اي تي بي. اشمعنى وليه؟ هنقول دلوقتي. طيب والفات اتش 2 طاقته تكفي ان هو يفعل 2 اي دي بي زائد 2 ان اورجانيك فوسفيت عشان يدي بس 2 اي تي بي. واحنا متفقين مع بعض من على رسمه ان طاقة الناد باين جدا ان هي اعلى من طاقة الفات، فطبيعي ان ده يستخدم ثلاثة وده يستخدم اثنين. ايه معنى البي او ريشيو؟ بيقول لك المركب سواء الناد، يعني انا بقول لك بس البي او ريشيو بتاعة الناد اتش بلس اتش بكام؟ وبتاعة الفات اتش 2 بكام؟ البي دي اختصار ان اورجانيك فوسفيت. خلاص؟ والاو دي اللي هي الاكسجين. بيسالك يقول لك ايه السؤال ده؟ لما اجي اقول لك ايه البي او ريشيو بتاع الناد اتش بلس اتش؟ بيسالك كده بيقول لك هو الهيدروجينتين بتوع الناد دول لما بينزلوا في الاسبيريتور تشين ويتفاعلوا مع اكسجين خلاص؟ في المقابل بقى بيستهلكوا كام فوسفين؟ بيستهلكوا كام؟ يعني الهيدروجينتين على ما وصلوا وراحوا اتفاعلوا مع اكسجين وادوا ميه بتوع النادي الهيدروجين بتوع النادي دول في المقابل بيستهلكوا كام فوسفيت او بيستهلكوا 3. طب لو كان الهيدروجينتين دول على الفات ها ووصلوا استهلكوا اكسجين يستهلكوا كام انورجانيك فوسفيت؟ اقول له 2. يبقى لما اجي اقول ايه هو البي او ريشيو؟ اقول له دي الريشيو ما بين الانورجانيك فوسفيت اللي المركب ده بيستخدمه والاكسجين. تعال نحسب الناد استهلك 3 ان اورجانيك فوسفيت لكل اكسجين يبقى البي او ريشيو بتاعته كام؟ بواحد او اسف 3. طب الفات اتش 2 استهلك 2 لكام؟ للاكسجين. يبقى بكام؟ يبقى ب 2. يبقى لما اجي اقول لك البي او ريشيو بتاع الناد اتش بلس اتش بكام؟ 3. هو بيسالك كام في الامتحان؟ يقول لك 3. طب 3 دي يعني ايه بقى؟ تقول له يعني كل هيدروجينتين على ما استهلكوا اكسجينه واحده كان في المقابل هو طلع 3 اي تي بي، يعني استهلك كام؟ استهلك 3 ان اورجانيك فوسفيت.
في المقابل استهلك 2 اي تي بي يبقى او طلع 2 اي تي بي يبقى استهلك كام؟ 2 اوكسجين من البي او اتش دي معناها نسبة الاكسجين اللي بيستهلكه لكل اكسجين هو ايه؟ بيتحرك بيها وبيحولها للقصه دي. طيب اللي انا رسمه قدامي ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ريسبيراتوري تشين. خلاص؟ طب ليه اسم تاني؟ اسمه ايه بقى؟ الكترون ترانسبورت. ليه بقى اسمه الكترون ترانسبورت؟ لانك انت لو بصيت من نصها كده هتلاقي كل بيتنقل ايه؟ بقيت السلسله كلها عباره عن ايه؟ نقل لمين؟ نقل للالكترونز بس، مش نقل الهيدروجين على بعض، عشان كده سموها الاسم الثاني الكترون ترانسبورت. طيب سؤال ثاني، الكومبلكسز دي موجوده فين؟ في الميتوكوندريا. فين في الميتوكوندريا؟ في الانر ميتوكوندريا الممبرين، يبقى لهم مكان واحد بس. يبقى لما اجي اقول لك الكومبلكس زي سبادو تشين بتتكون من كام كومبلكس؟ تقول لي بتتكون من اربعه. طب الكومبلكس دي مكانها فين؟ اقول له مكانها في الانر، في الانر مايتوكوندريا الممبرين فقط، مش في الايه؟ مش في الاوتر ولا في الماتريكس ولا حاجه، في الانر مايتوكوندريا الممبرين، في الانر مايتوكوندريا الممبرين. طيب انت واخد بالك من البوتون اللي فوق ده؟ شايفينه؟ طيب شايفين الاثنين دول؟ خليكم فاكرينهم بقى عشان هنرسم الرسمه الاخيره اللي هي الاوكسيديتيف فوسفوليوليشن. نعم. اول حاجه لما تيجي تكتب الثيوري دي تقول اول عنوان اسمه برودون
بامب. خلي بالك من عليه عشان مهم وتفهمها مش تحفظها. بروتون بامب. ايه اللي حصل؟ بقول لك واحنا شغالين كده اول حاجه لازم تبقى فاهم ان انا السبند تشين ديت مش عامله زي الايه الطابور كده. يعني ايه؟ يعني ما فيش واحد في الاخر يقول يا دكتور هو في نادي اتش ما وصلش ده. انت متخيل دلوقتي ان انا النادي اتش ما وصلش ده لما يخش هنفضل ساكتين؟ يعني جسمك هيفضل ساكت موقف عسكري كده لغايه ما النادي اتش ما وصلش ده الهيدروجين بتاعه يوصل فين؟ يوصل للاكسجين وبعدين النادي اتش يصفر له يقول له وصلنا يقول ايه؟ النادي اللي بعده يخش. خلاص؟ مفيش كده. القصه مش كده؟ القصه ان في نادي اتش ما وصلش كتير خلاص كده؟ وفي نادي اتش دو كتير برضه داخلين كله داخل ماشي. وبعدين واحد بيوصل والثاني بعديه وشويه ومستنى. يعني في ايه؟ القصه مش لوحده. يعني مش واحد يجي يقول ايه؟ دي الواحدة دي وصلت هنا ولا ما وصلتش؟ مش طيب خلي بس المفهوم ده بالمال. في بقى نادي اتش ما وصلتش اهي دخلت الموضوع التراك. اول خطوه شايفين البوتون ده؟ البوتون ده بتعمل له حاجه اسمها بامب. يعني يعني وهي النادي اتش ما وصلتش دي اول ما بتدخل بتحتفظ بالاتش بتاعتها. طب والاتش الثانيه هي موجوده هنا؟ هي دي موجوده هنا. الاتش الثانيه تقوم تعمل لها ايجكشن هنا. خلاص؟ يبقى انا النادي اتش ما وصلتش اول ما استلمت الهيدروجين بتاعها كان في جلايكوزيس شغاله. خلاص؟ والنادي اتش ما وصلتش داخله. النادي اتش موجوده في الالم ميتوكوندريا. البروتون بتاعها فين؟ ايجكتد ايجكتد للسبيس ما بين الالم والالتر ميتوكوندريا. ماشي؟ وبعدين تقول لي وبعدين هي هتتحول دي هتجيب الاثنين دول وتبقى ليه فين من ليه فين مش الراجل ده لازم عشان نكمل لازم عشان نكمل لازم ده يرجع تاني يخش هنا. لما انا بضحك عليك هو اجكت فوق اهو بس لما جينا قلنا الاف ام ان اتحول لاف ام ان اتش 2 ينفع من غير ما اجيبه تاني ولا اسيبه فوق؟ طب لازم هو يعني لازم بتاع الناب دي ولا ينفع اي واحد؟ انت فاهم بقى فكره ان هما كتير وان فيها هيدروجين كتير؟ يعني هو في الاخر انت عشان الاستنزاف يكمل لازم واحد من دول يرجع، لازم واحد من دول يرجع، ماشي؟ رجع معايا، المهم يعني. وبعدين؟ قالوا بعدين واحنا ماشيين كده جه الكول انزايم كيو ده عمل حاجه صعبه جدا، عمل ايه؟ كسر الهيدروجين واشتغل بقيه السلسله كلها في الالكترونز. طب والبروتونز فين؟ اقول له البروتونز هي كمان ايجكتد فوق. وبعدين قعد يشتغل بقى في الالكترون في الالكترون في الالكترون في الالكترون لغايه ما جه في الاخر بقى محتاج دول يرجعوا. يعني لو عشان نكمل لازم دول يرجعوا هنا تاني. السؤال لو انت بصيت كده للرسمه وتخيلت واحنا شغالين في الاسبيرتو تشين بيحصل يعني كل ما عملنا خلايا بقى نادي وفاد. بص خلي بالك في فاد بيخش من هنا كمان. الفاد بيخش يرمي هالبروتون اثنين بروتون فوق وبعدين دول يفضلوا مستنيين لغايه ما الالكترون يخلص وهكذا. هل تتوقع ان يحصل اكيوميليشن للبروتونز فوق ولا البروتونز دي مش هتتجمع فوق؟ انا عارف بس على ما تنزل هيبقى في تجمع البروتون ولا واحد يخش وينزل يخش وينزل يخش وينزل في تجمع. ليه؟ لان انا بقعد فتره طويله قوي على ما احتاجهم. يعني ايه؟ يعني انا ببنيهم وبعد كده اشتغل في الالكترون في الالكترون في الالكترون في الالكترون وبعد كده ارجع اجيبهم. على بقى ما اجيبهم يكونوا اتجمع شويه صح ولا غلط؟ فبيقول لك يفضل بيحصل الموضوع ده لغايه ما المكان اللي فوق ده عمال يتملي عمال يتملي بروتونز. تقول لي يا دكتور شوف انا بمشي معاك كل خطوه بكل سؤال انت ممكن تساله في البيت عشان ابقى اخد ضمير. تقول لي يا دكتور بس انت طول ما انت عمال تجمع كده الخطوه دي ما بتحصلش. اقول لك اه صح. يعني انت قصدك ان انا شغال لغايه الخطوه الاخرانيه دي لسه ما حصلتش. هي هتحصل امتى؟ ها؟ لما اجيب البروتونز دي مظبوط؟ اقول لك ماشي انا معاك كده احنا ماشيين كده صح. بس المهم في الاخر ان عمال اجمع هنا. بفضل اجمع البروتونز دي على طول؟ لا مش على طول. على العرض؟ لا برضه. امال ايه بقى؟ بس حاجه تاني. المهم بطل اجمعها لامتى؟ يقول لي لغايه ما البي اتش بتاع واحد بقى اسمه بي اتش دلوقتي يتشال معاك لغايه ما البي اتش بتاع السبيس ده يوصل لليفل معين. او بمعنى تاني لغايه ما الهيدروجين كونسنتريشن يوصل لحد معين. هو ايه علاقه الهيدروجين كونسنتريشن بالبي اتش؟ تمام سالب لوغاريتم بي. يعني انا بقول لك هنا كل ما البروتونز كل ما البروتونز عم يحصل اكيوميليشن البي اتش بيحصل له ايه؟ بيزيد ولا بيقل؟ بيقل طبعا. هو لما يبقى البي اتش بتوين لما يبقى البي اتش بتوين معناها ان في حمض كتير معناها ان في هيدروجين كتير. يبقى انا كل ما الهيدروجين عمال يحصل له اكيوميليشن في السبيس ده
كل ما البي اتش بتقل عشان كده سموا الثيوري كيمو هيدروجين اوزموتيك الاوزموتيك باشا والبي اتش كل ما الهيدروجين عمال يتكون كل ما البي اتش بيقل لغايه ما البي اتش يوصل ليفل معين اول ما يوصل ليفل معين يحصل ايه يقول لك ربنا بص بقى ركز معايا في الحته اللي جايه ربنا خلينا هنا كده معديه اتشانل محدش يطلع اتشانلز ده علم ده مش اي حاجه اه الا العلم اكل اي حد اي حد يحتقر علمك اه يبقى انا عندي هنا ربنا خلينا هنا اتشانل الاتشانل دي مقفوله انا ما جبتش سيرتها طول بقى عشان ايه مقفول عايز خلص الدوتش اللي بتحصل قدامك امال الشانل دي تظهر امتى تفتح امتى تشتغل امتى اول ما الليفل بتاع البي اتش اللي انا عاوزه ده يوصل اول ما يبقى الاكيوميليشن ده زياده قوي لغايه ما البي اتش ده يوصل ليفل معين ايه اول ما اس اول بي اتش اللي نصله تفتح الشانل دي انا عاوزك تتخيل الشانل دي عباره عن ايه عباره عن انبوبه كده انبوبه في اخرها هنا كده الفتحه بتاعتها هنا كده تس يبقى ده كده اعتبره زي تس بيلف كده وده بقى تسمعه مصير يتفعلي كده يبقى أنا متخيل إيه بقى؟ يبقى أنا متخيل إن الأنبوبة دي ده الأكشن تحس آخر نقطة تحسها مهمة جدا خلاص؟ أدي الأنبوبة اللي هتفتح اللي هتفتح لما يحصل accumulation للبولمونز دي خلاص؟ لحد معين أدي نال الشانل في هنا كده تنسى إيه اللي بيحصل؟ فتحت الشانل دي زي شغالة المية كده كل البولمونز دي في وقت واحد هتعدي من هنا شايف الاكشن بقى سامع الصوت اهو كل البروتونز دي هتعدي في نفس الوقت كل البروتونز دي هتعدي طيب ايه المشكله التست ده يلف يبقى انا استخدمت الطاقه بتاعه البروتونز دي وهي نازله ان بتدور التست ده جميل التست ده اسمه ايه اسمه اي تي بي سينسيز انزايم بيحصل له اكتيفيشن مع مرور البروتونز دي طب وايه يعني؟ يقوم محول ADP و Inorganic Phosphate ل ATP. يبقى الريسبيراتوري شيب بتحصل. وانا بحجز البروتونز دول بحجز البروتونز دول فوق في الرف من فوق كده في السبيس لغايه ليفل معين والليفل المعين ده لما اوصل له تفتح القصه اللي هي اسمها ATP سنتيج اللي هو الشانل وبعد كده انزايم في الاخر يقوم كل البروتونز اللي معديه يحصل اكتيفيشن للتشانل دي ويتحول الاي دي بي والانورجانيك فوسفيت لاي تي بي. ويبقى انا البروتونز دي لما وصلت هنا عملت بيها ايه بقى؟ كملت بيها بقى، جيت بقى بعتها هنا مع الميه بقول لك رجعت رجعت من هنا بس، طب السؤال طب ليه زي ما طلعت ما ترجعش من اي حته؟ اقول له لان الممبرين ده امبيرميبل اللي هو الانورجانيك ممبرين تو البروتونز. تقول لي طب وهو امبيرميبل ازاي عدى في الاول؟ انا ما قدرتش اعدى لو تاك اجيكتد بواسطه مين؟ بواسطه الكومبلكس اللي هو شغال بيه. يعني الكومبلكس واحد ده هو اللي طلعه فوق. الكوينزايم كيو طلعه فوق، طب هو فوق دلوقتي في السبيس. فاضل حد في حد معاه فوق؟ مفيش حد معاه. لازم عشان يرجع يرجع من مين؟ منين؟ يرجع من التشانل دي. اللي التشانل دي اسمها ايه؟ العنوان الثاني. انت هتشرح البروتون بامب وبعد كده العنوان الثاني تشرح حاجه اسمها اي تي بي سينسيز. تقول له لما يوصل لليفل معين من الهيدروجين او البي اتش الاي تي بي سينسيز ده هيفتح فيحصل ان البامب دي كلها البروتونز دي هتبقى بامب او اجكت الثاني داون لمين؟ للاي تي بي سينسيز يحصل له اكتيفيشن. طيب السؤال هو اخر كلمه بقى كل بروتون معدي من هنا كل بروتون واحد كل بروتون معدي في طاقه تكفي لتكوين اي تي بي سينسيز حوالي تي بي يبقى كل بروتون كل بروتون وهو معدي في طاقه تسمح له بتكوين اي تي بي. السؤال هو الناد اتش بلس اتش على ما يوصل هناك كده كان سلمنا كام بروتون؟ ثلاثه. يبقى الناد بيكون كام؟ ثلاثه. طب الفات اتش 2 اللي هو دخل من هنا بس على ما بيوصل هنا كان سلمنا كام بروتون؟ اثنين. يبقى هو معديين يعملوا له كام؟ يعملوا له اي تي بي. يبقى ميجي يقول لي ليه الفات اتش 2 ليه الفات اتش 2 بيدي 2 اي تي بي؟ ليه الطاقه بتاعته 2 اي تي بي؟ تقول له لان هو اجيكتنج او بامبنج فوق 2 بروتونز بس على ما وصل. طب امال ليه الناد بيستخدم بيحول لنا 3 او بيكون لنا 3 اي تي بي؟ اقول له لان هو بامبنج او جيكتنج كام؟ 3 بروتون.